النجوم والبحيرات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. ترى ميزته مع انه مقصات ما هو دي فرنس لان ما هو نازل مرات رفيع. تبي لا يدق ال هذه اصعب من اللي رحناها. هذه اصعب. هذه الوصلة كنا نخليها لتجربة الأنظمة. أنا أحس إني قاعد في الملاهي هنا. بعد اللي شفته. أنا قلت لك المنطقة ذيك كانت أوعى. يحسسك إنك تسوق أسفلت. وصلنا فوق يا شباب. خلاص. إحنا إلى الآن ما حسينا المنطقة. لا بس بدون الدفرنشال لوك هذه قوية. والله قوية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، حياكم الله معنا في تجربة لسيارة نيسان باترول موديل 2020. السيارة اللي معي اليوم هي فئة الستة سلندر. السيارة ستة سلندر 4 لتر تنفس طبيعي بدون توربو بالطبع، والجير بوكس أوتوماتيكي من 7 سرعات. بالنسبة لعدد الأحصنة فهي تقريبا 275 حصان، وأيضا العزم 394 نيوتن متر. نظام التعليق في السيارة هذه نظام تعليق مستقل، لذلك بصراحة الراحة في السيارة ممتازة جدا، ومن أول دقيقة سكت السيارة لاحظت أنها منافس شرس وبقوة لملوك الراحة على طريق السيارات الأمريكية. أقدر أقول أن نيسان باترول مو منافس شرس بل يتفوق على كثير من السيارات الأمريكية من نفس الفئة من ناحية الراحة، خصوصا في المقاعد الخلفية. نظام الدفع في السيارة هو دفع رباعي مستمر. طبعا السيارة تعتمد بالأساس على الدفع الخلفي، ولكنها تعمل بنظام الدفع الرباعي المستمر. في عندك كمان الدبل الخفيف وعندك الدبل الثقيل، تقدر تستخدمهم على حسب احتياجك. فلو كنت بتمشي في أماكن وعرة نوعا ما ولكن بسرعات عالية، طبيعة الحال راح تستخدم الدفع الرباعي الخفيف اللي هو الهاي فور دبليو دي. ولكن إذا كنت في أماكن وعرة جدا وتحتاج سرعات منخفضة وعزم أعلى راح تستخدم الدبل الثقيل، بالإضافة إلى أنه الدفرنس الخلفي هو دفرنس تفاضلي راح يعطيك برضو ثبات ممتاز، ويساعدك أنه تستخدم السيارة حتى على نظام الأوتو في بعض المناطق ممكن ما تحتاج قفل الدفرنس مع أنه موجود. راح أجربه تجربة بسيطة كذا وراح أشوف كيف أداء الدفرنس التفاضلي، ونشوف هل هو فعلا اعطاني نتائج مقنعه والا وجوده زي عدمه ولازم نقفل دفرنس. ما راح اتكلم كثير عن مواصفات السياره وجمالياتها، وانصحكم للمهتمين بهذا الامر انكم تتابعونها على قناه اخي وصديقي مشاري الناصر. جرب نفس السياره اللي معي اليوم في التجربه وتكلم عنها كثير بوجهه نظره، وجربها كمان في بعض الطرق الرمليه. انصحكم للي يحب يستزيد اكثر عن مواصفات السياره ويستمتع بجماليات السيارة يتابع قناته، وراح أحط لكم إياها في أول تعليق للفيديو في وصف الفيديو أيضا، وتقدروا تبحثوا عنها بنفسكم في اليوتيوب بس اكتب مشاري الناصر راح تظهر لكم قناته. طبعا الجير بوكس بسبع سرعات زي ما ذكرت لكم، كثير من المنافسين صار عندهم جير بوكس الثمان سرعات والعشر سرعات. أي نعم راح يعطيني الجير بوكس خليني أقول مصروف وقود أقل إذا كان عدد سرعاته أكبر، ولكن للأسف هذا غير متوفر في النيسان باترول. ومع ذلك تبديلات الجير بوكس واستجابة الجير بوكس كانت ممتازة جدا، سواء في الطرق المستوية سواء في العقبات صعودا أو نزولا. الجميل كمان في وقت نزول العقبات السيارة لما تحطها على غيار ثقيل، تحطها مثلا على الغيار رقم 1 أو الغيار رقم 2 على حسب حاجتك وسرعتك، السيارة ما راح تتسارع بشدة ولا راح تنتقل للغيار التالي تلقائيا. يعني تحطها على 1 راح تظل على 1، وهذا راح يعطيك أمان عالي جدا وثقة بعد إذن رب العالمين أنه السيارة قادرة أنه تنزل من العقبات الطويلة والمنحدرة بشدة بدون استخدام كثير للفرامل، لأنه لو استخدمنا الفرامل واعتمدنا عليها بشكل كامل راح تسخن وتفقد أدائها. أي نعم جونا في أبها شتوي، ولكن جربت السيارة مثل مثيلاتها في نفس العقبات وفي نفس الظروف، وأعطتني بصراحة درجات حرارة أقل من الجميع اللي جربتهم سابقا. بالنسبة لصوت المراوح للمستخدم العادي ما بيلاحظ صوت المراوح زي الموديل السابق. صحيح صوت المراوح أهدى.
كم تتوقع وصل درجة حرارة الجير الآن؟ طبعا من خلال التجربة مع سيارات كثيرة، في حال ارتفاع درجة الحرارة يصير فيه يعني تصير ضعف في الأداء، ضعف الأداء والجير تحسه ناشف شوي. آه. فإلى الآن أنا ما أحس إنه ارتفعت حرارة أو وصلت درجة حرارة عالية. عموما لما كنا واقفين وصلت 98، مشينا نزلت إلى 96. بس أبغاك أنا أبغاك إيش تسوي؟ أبغاك ترجع السيارة هذه لنيسان بدون جير. تصرف، يسمحوني بترومين السعودية، لكن تصرف، مارس هواياتك في الجير، جير واحد إلى أعلى العقبة، تبدل في الثانية 30 مرة، تصرف. ترى أنا في العادة ما أحب إني أغير، خاصة إذا كنت أبغى السيارة تطلع وهي مرتاحة، خليها في نملة واحدة. صحيح، بس هذه من قاعد أنت لاحظتني قبل شوي أرجع في الأول وأعطيه الثاني وأعطيه. إحنا نبغى نجرب. طبعًا من الميزات اللي لاحظتها فيه إنه حتى على الار بي ام العالي يرد نملة. يرد نملة وطبيعي يكمل. صحيح. يعني أذكر بعض السيارات ما تقدر ترجع نملة. فكانوا يضطرون للتعديل فيها. الأول والثاني هنا تقريبًا على أي ار بي ام تقدر تستخدمه. حتى في النزول. صحيح. وهذه ميزة. في سيارات ما يقبل لك الار بي ام الا حتى تنزل السرعة لحد معين. صحيح. هذا ميزة جميلة فيه. يعني كثير من السيارات، طيب انا عندي الفرامل خلاص سخنت، احتاج ارجع نملة اثقل. لا، هنا يرجع معاك على اي ار بي ام تقريبا. في السرعات المعقولة طبعا. واو ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. 6 سلندر، كيف الثمانية؟ هذا زي ما قلت لك يا فيصل، اللي سماه بطل الدروب ما غلط. شوف، في ميزة موجودة في فحص الكمبيوتر مو كثير أشوفها في بعض السيارات، الجير بوكس له حساسين حرارة وليس واحد. حساسين حرارة. ايه؟ فواحد منهم يقرأ من داخل الجير بوكس وواحد يقرأ من خارج الجير بوكس للزيت اللي على خط التبريد، تمام؟ فالآن واحد منهم معطيني درجة حرارة 91، واحد معطيني 97 درجة مئوية. آخر العقبة يبين معانا الوضع ونشوف كمان الماكينة كم. على العداد طبعا ما تغير أي شيء ولا في أي تحذيرات. ترى أنا أحاول أني أصعب عليه الموضوع. صعب صعب. أنا زي ما قلت لك أنا أتحمل المسؤولية كاملة. على فكرة والله يا شباب، هذا الفيديو ليس دعاية، طلبنا سيارة من البترومين السعودية للتجربة وأعطونا السيارة للتجربة، ومع ذلك أقول لك بدأ بعطونا السيارة نجرب، رجع لهم إياها بدون جير. تصرف، خذ راحتك. كم تتوقع درجة حرارة المحرك؟ لا تقل عن 95 97. 95 بالضبط، كانت 94 وطلعت 95. وصلنا نهاية العقبة. شوف الآن يوم وقفنا بدأ إيش؟ ينزل. لا يطلع، العكس، وصل 100 الآن. ليش؟ لأنه الهواء بدأ يخف، ولكن بالمجمل أنا أشوفه مذهل، بطل جدا. يعني بكل صدق من أقل السيارات في درجة الحرارة اللي جربناها في نفس الظروف. في نفس الظروف جربنا في الشتاء وجربنا في عقبات متشابهة وجربنا في نفس العقبات، هو من أقل السيارات اللي جربناها إلى هذه اللحظة من سيارات الدفع الرباعي اللي هي SUV الكبيرة، هو من أقل درجات الحرارة سواء للجير بوكس أو للمحرك. أكثر شيء عجبك أستاذ علي بالسيارة، وراح أقول لك أنا إيش أكثر شيء عجبني بعدك. أنا اللي عجبني فيها عزلها، ثباتها، سيارة مليانة في إيدك. حلو. يعني ثابتة في الخط وتعطيك، يعني تدعس لها تعطيك أداء. حلو. شوف أنا بصراحة أقول لك رأيي، العزل أعجبني، الراحة أعجبني أفضل من كثير من منافساتها. الأداء جيد جدا كسيارة 6 سلندر، ولكن جربنا بعض سيارات 8 سلندر أو 6 سلندر توربو كان أداءها بالنسبة لي أنا كنت أشوفه أفضل كأداء، ولكن اللي أعطانا إياه الباترول، الكلام هنا على العقبات المسفلتة مو على الطرق الوعرة، أعطتني بعض السيارات أداء أفضل، أعطتني برضو ثبات أفضل شوية من الباترول. البادي رول ما أدري إذا حسيت فيها مع المنعطفات، هو ممتاز ممتاز، لكن برضو في بعض السيارات أعطتني أفضل منه بصراحة كأنظمة ثبات، ولكنه بالأخير إحنا قاعدين نسوق بطرق اختبارية. تقيمه من 5 كم؟ 4.
اذا ما قارنته ببعض السيارات اللي جربتها كثبات في منعطفات 4 إلى 3.5، لكن في سيارات تفوقت عليه، بالذات موضوع البديرول، انه ايه تحس السياره رايحه اوكي ماشي معك على الخط، بس تحس انه لا بتفلت منك. ايه بينما سيارات اخرى لا، كان انظمه الثبات فيها بالنسبه لي افضل. الدركسون انا لاحظت فيه شغله خليني اسالك عنها. طبعا الدركسون هيدروليكي معزز الكترونيا. جميل. ما تحس انه في بعض الاحيان تحس انه صوت المحرك ايه موجود في الدركسون؟ يرج. ايه مو يرج، تحس الصوت قاعد يوصلك. يوصلك في ايدك. بالضبط. كويس انه في احد ثاني ايدني الراي. هذه برضو من ضمن الملاحظات. لكن ما هي ما هي ما هي شيء مزعج. ما هو شيء مزعج، لكنه تحس فيه. ايه. تشعر فيه. خصوصا اذا شديت على السيارة بقوة. خاصة في المنعطفات وانت شد. صحيح. اعتقد لو ينزلون دركسون كهربائي بيكون الموضوع الراحة في الدركسون اكثر، لكن كاعتمادية ترى الدركسون الهيدروليكي افضل من ناحية تحمله للظروف. أيه. زي الموية زي أيه. قطع الاودية الكهربائي ما راح يتحمل. وكسيارة دفع رباعي. صحيح. طبعا السيارة تحتوي على كثير من الانظمة التقنية، فاذا بدأناها بالشاشات فالسيارة فيها تقريبا 3 شاشات، شاشتين في الكونسول الوسطي والشاشة في الطبلون أو في لوحة العدادات أمام السائق. عجبتني فكرة أنه شاشتين، تقدر تستخدم واحدة للخرائط مثلا والثانية تستخدمها لنظام التكييف وهكذا، ولكن تحدث أحيانا بعض اللخبطة أنه أمر تحتاجه في الشاشة العلوية فجأة تلاقيه نزل تحت والعكس. حالات نادرة ولكنها موجودة، ولكن بالمجمل وجود شاشتين كان فكرة ممتازة بالنسبة لي. كمان في شاشات على مساند المقاعد الخلفية، كمان في عندنا نظام التنبيه من الخروج من المسار، وأيضا نظام العودة للمسار، وأيضا النقاط العمياء وتنبيه التصادم الأمامي. كل الأنظمة كانت تعمل بشكل ممتاز جدا ما عدا نقطة العودة للمسار، بصراحة جربتها ما كانت دقيقة جدا. لما يكون الطريق مستقيم تعطيك أداء ممتاز، لكن إذا في أي انعطافات صراحة ما كانت جيدة، بالذات أنها تستخدم الفرملة أكثر من الدركسون. يعني إذا خرجت على يمين الطريق السيارة وش بتسوي عشان ترجعك على اليسار؟ بتمسك بريك على الجهة اليسرى والعكس عشان ترجعك لمسارك. الدركسون هيدروليكي معزز إلكترونيا، ثقيل نوعا ما ولكنه يعطيك انطباع القوة في سيارة من هذا النوع. النقاط العمياء أعجبني أنه التنبيه الخاص فيها موجود داخل السيارة، فراح يكون أكثر اعتمادية، ما راح يتعرض لعوامل الطقس مثل اللي موجود في المراية. لو لا قدر الله انكسرت المراية أو شيء برضه راح يكون بعيد عنها لأنه بداخل السيارة. التنبيهات الصوتية اللي في السيارة ممتازة جدا، تنبهك لما تخرج من المسار دوما، وإذا أنك مشغل أنظمة الرادار وكذا. ولكن بصراحة لما تكون معلي صوت الراديو ما في تفاعل ما بين الأنظمة وما بين الراديو، يعني راح يبقى صوت الراديو عالي وصوت التنبيهات منخفض، فما راح تسمعها. مع أنه نظام الصوت في السيارة خلينا نقول عنه ممتاز جدا، إلا أنه ما في تكامل مع أنظمة السلامة والأمان. يفترض من وجهة نظري أنه يتخفض الصوت في حال وجود تنبيه عشان تسمع صوت التنبيهات، أو العكس يتعلى صوت التنبيهات. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا النزول، شغلنا الدبل الخفيف وشغلنا نظام نزول المنحدرات. انا ماني لامس لا بريك ولا بنزين، السياره نازله لوحدها ما حكت ولا مره من يوم نزلت من بدايه المنحدر، ووصلنا الى نهايه المنحدر بكل سلام. نقول اوكي للكاميرا بس. تمام. ما شاء الله تبارك الله. طيب. حقيقه ان هذه كانت سهله جدا عليه على الباس. اها. يعني اذا في مجال في الوقت اي بنجرب في الاماكن الاصعب. ايش رايك نجرب نطلع بالدبل الخفيف ما هو الثقيل،
ونجرب نطلع بدون الدفرنشال لوك. انا الصدق بعد اللي شفته اتوقع انه بيذهلك. هو من ناحيه يطلع بيطلع انا متاكد. الطلوع ما في كلام. ما في ترى لا دفرنشال لوك ولا شيء. وتقول لي هناك انا اقول لك انا بي حاب بيطلع. بس الان وضع تفاصل التراكشن. لا هو يفصل مع الدبل الخفيف التراكشن بس لا. يفصل بشكل كامل ولا لا ما جزئي. اعتقد انه يفصل بشكل جزئي شبه كامل لكن ليس كامل. طب الان رجعنا للطلوع دبل خفيف خلينا نشوفها على الشاشه عشان نتاكد. دبل خفيف وعلى وضع الصخور بدون ديفرنشال لوك. بسم الله هنخليه في جير 1 الحين طالع في 2 طبعا بس خلينا نرجعه 1 كمان احتياطا. هذا هو على 1 الحركات هذيك حقت كفر معلق بالهواء هذه ما تجي هنا. ايوه لاحظ تمايل السياره ما شاء الله تبارك الله. طيب طلعنا بدون ديفرنشال لوك وبدبل خفيف. انا هذا اللي كنت معناته الباترول يبغى له مكان ثاني. طبعا هذه الماكينه الصغيره. نعم السياره هذه 6 سلندر بدون توربو طبعا. الان بس عشان تشوفون الفرق شغلنا الدبل الخفيف مع قفل الدفرنس فخلينا نشوف الفرق. راح يطلع بسهولة أكبر بدون حتى الدبل الثقيل. أصعب الأماكن ناخذها زوايا إيش رأيك؟ كذا يمين في يسار ولا سيدة أصعب شيء؟ تحاول أصعب شيء. يعني ما عاقت عليه بدون الدفلك يعني بتعوق عليه بالدفلك. بس نبغى نعلم شو الفرق يعني. ترى على الدي ها؟ ترى ماني حاطه في الواحد. على الدي هو ياخذ الدرس اللي يبغاه. قبل شوي فحط شوي ورجع بعدين كمل هنا كمل على طول. لا وما تحس انك طالع مكان صعب جدا يعني ترى المكان من يعني لما توقف عليه برجولك تحس بصعوبة المكان. صحيح سيارة على الدبل الثقيل بدون الدفلوك. غير واحد ولا غير واحد دبل ثقيل بدون دفلوك. توكل على الله. تشوف فعليا انا اكثر حال النساء شيء غريب يخفضون بالسعر ويلغون الدفلوك لاحظين بدون دفلوك يتفوق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله صراحه شيء جدا ممتاز. بالله يعطيني واحده ريوس ابغى اقرب منك اكثر. الجو ممطر تبغى ترجعنا للصعبة جدا يا ابو. اي برجعك لصعب واحدة. ابغى اصور من الامام. بدون دبلوك. يلا. شوفوا الوحش ايش يسوي. ها كفاية كذا ولا زيد؟ كمان شوية.
توكل على الله. بدون دفلوك كذا ما شاء الله يا ابو فيصل، مع الجو البديع والممطر. يلا توكل على الله. شوف الجفر الصعب جدا يعني. يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، جبار جبار يعني، بدون دفلك ما له داعي الدفلك يا ابو فيصل. تعيدني الرأي، أيدك بقوة، يقولهم يكنسلون ويخفضون لنا في السعر، يلغونه تماما. قلت والله أصور لكم أكثر يا شباب، ولكن الجو بدأ المطر ونتوكل على الله ونكمل. والله يا ابو فيصل أقول لك بكل أحقية، يعني اللي معاه مثل السيارة هذه ما يخاف يروح في أي مكان، في أي ظروف، في أي أجواء. أنا ترى أمشي الآن وأنا مرتاح، لو سيارة ثانية والله يتوت. صدقت مكان يا شباب. المطر مو مخليني أصور لكم تصوير أداك، ولكن المكان وعر وصعب جدا وجو ممطر. أنا كنت متخوف ومحتاط انه يعني مهيئ نفسي انه نستخدم انظمه، نستخدم مساعدات اخرى، وجايب جايب الجد هنا عشان يسحبنا. ايوه لا ما تصير. عموما يعطيك العافيه استاذ علي. استاذ علي اعيد واكرر، صديق واحد اعضاء فريق غوث للبحث والانقاذ. شكرا لك على مساعدتك الجميله، تجربتك معنا. أنا تشرفت والله يا أبو فيصل. أتمنى تكون تجربتنا نالت على إعجابكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة، تعطونا لايك إذا عجبكم الفيديو، تنشروا الفيديو لكل أصحابكم وخصوصا المهتمين بالسيارات، وفي أمان الله.